الجماهيريه تنتمي الى طرف وتنظيم محكم. استقبل امل الاربعاء فريق شبيبه القبه، الفريقين في سباق نحو تحقيق البقاء. البدايه كانت في زور، ولم تمر دقيقه كره طويله وعاليه بالراس مواقي تصله الكره يوزع، الدفاع يتدخل. محاوله اخرى من النشيط وعاليه والدفاع يصد. اول تهديد لامل الاربعاء من قفه قويه حديد، الكره بين يديه. مخالفه اخرى لاصحاب الزي الاخضر والاصفر، سيفور يبعد الخطر. نلعب الدقيقة 15، موقي يراوغ الكرة، الحارس يبعده. أصحاب الزي الأزرق استفاقوا. محاولة داخل منطقة العمليات، كوسيلي يضيع. تليها محاولة أخرى من مخالفة مباشرة إلى منطقة الجزاء، وحكاك يبعد الكرة. الدقيقة 27، عمل منظم يقوده زاروش داخل منطقة العمليات، يوزع إلى نقطة الجزاء. كوسيلي هذه المرة يضعها في الشباك. الشوط الثاني دخل أجبال بوزيدي بنية التعدي. أول محاولة من بوعليا، الدفاع يرد. زملاء رايد حاولوا بركنية، كرة برميني بعيدة. عمل جماعي منظم بين لاعبي الشبيبة، قذفة قوية من بوقاسي بدون جدوى. ثم كرة طويلة إلى منطقة الجزاء، سيفور يرتكب الخطأ على الخط. مخالفة مباشرة ينفذها كسيل بوعليا، الحارس ينقذ الفريق. ركنية لزملاء القائد سويل، أخذ ورد في الدفاع، بوحكاك يضيع هدف التعديل. الأمل يرد بهجمة معاكسة، والحارس حديد في المكان المناسب. نلعب الوقت البدل الضائع، كرة عالية، الدفاع يتدخل لتعود الكرة لبواقي، هذا الأخير يعرقل. الحكم بوكوسا يعلن عن ضربة جزاء، ولكم الإعادة. بواقي وجها لوجه يسيل الكرة في الشباك لتنتهي المباراة بهدف لمثله، نقطة سيكون وزنها غالي في تحقيق البقاء لأسود جورجورا. بدون بطاقة صفراء، شوف رجلو اليسرى.